وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة. دكتور عباس، بعد التحية، نتحدث عن موسم لحصاد القمح ونتحدث عن زيادة الرقعة الزراعية المتعلقة بهذا المحصول الاستراتيجي الهام، وأيضا زيادة الصوامع والخدمات المقدمة إلى هذا المحصول الاستراتيجي الهام عالميا وفي مصر بالتأكيد. تعليقك على ما تم إنجازه حتى الآن فيما يتعلق بهذا الأمر. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا في هذا اليوم الكريم احنا بنهني كل المصريين والشعب المصري بهذه، يعني انا بعتبرها زي احتفاليه لما تم انجازه من اهداف استراتيجيه لفخامه رئيس الدوله عبد الفتاح السيسي، الذي كان عنده الرؤيه الصاخبه والبعد الاستراتيجي للدوله المصريه التي تتواكب مع الزياده السكانيه المضطرده التي تجاوزت ال 105 او ال 110 مليون مواطن مصري. طبعا في غضون هذا اليوم احنا شايفين دلوقتي ما تم التأشير اليه او التوجيه اليه من 5 سنوات الماضيه، بدأنا بنجني ثماره بالفعل على ارض الواقع، بحيث كنا نتكلم ان شاء الله ان في خطط مستقبليه للدوله المصريه وانجازات واستراتيجيات خاصه بتطوير الدوله المصريه ككل. طبعا لا نخوض فيما هو بيتم انجازه في كل الوزارات وفي كل الاتجاهات في الدوله المصريه، ولكن اليوم احنا بنسلط الضوء على نقطه مضيئه وهي منطقه بشكه ومنطقه التوسع الافقي، اللي هي بتتواكب ايضا مع الاحتياجات الضروريه الغذائيه للمواطن المصري. طبعا اتجاهات الدوله كانت بتقرب الى 1.5 مليون فدان، وبعد كده الدلتا الجديده، واحنا النهارده شايفين بنحصد هذا الاتجاه وهذا هذه الاستراتيجيات الكبيره على ارض الواقع. النهارده بنشوف يوم حصاد في منطقه توشكا الواعده ان شاء الله، بنشوف النهارده اكثر من 50,000 فدان منزرعين بالقمح في هذه البقعه التي يشاهدها الان كل المواطنين على القنوات التلفزيونيه من صباح هذا اليوم، وهو فعلا يعني مش عاوزين نقول باكوره الخطة الطموحة للدولة المصرية في التوسع الأفقي. نعم. التوسع الأفقي يعني الزيادة في المساحة الأرضية المنزرعة التي تفي في تأمين الغذاء المصري. نعم. يواكب ذلك أيضا في برضه يعني توجيهات وخطط طموحة في الزيادة الرأسية بتوجيهات معالي وزير الزراعة السيد القصير. ونتوقف عند هذه النقطة دكتور عباس، التوسع الرأسي. وحضرتك رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، الخدمات الجديدة التي أصبحت تقدم الآن للمزارع حتى يتم تقديمها للمحصول عشان يكون في زيادة في الإنتاجية، ما هي طبيعة هذه الخدمات وإلى أي مدى أتت ثمارها حتى الآن؟ طبعا التعانق ما بين التوسع الأفقي والتوسع الرأسي بيعتبر هذا التعانق التعانق الإيجابي لزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة الكلية. طبعا احنا ادينا تقديم بسيط عن التوسع الافقي، وهو المفروض يعني ان شاء الله احنا شايفين هي دي الرؤيه الكبيره للدوله المصريه. اما التوسع الراسي فكان هو برضه تبني كامل من معالي وزير الزراعه السيد القصير، ان لازم يكون هناك خريطه صمتيه واضحه لكل المحاصيل الاستراتيجيه، وعلى راس هذه المحاصيل محصول القمح المصري داخل الدوله المصريه، اللي هو بمعنى اخر اللي هو لازم زراعه، احنا عندنا عديد من الاصناف سواء كانت اصناف للقمح الخبز او اصناف لاصناف المكرونه، عديد من الاصناف طبعا انتاج كلها من يد مصريه لخبراء مصريين، مركز البحوث الزراعيه مع بحوث المحاصيل الحقليه قسم بحوث القمح، كل صنف بيجود اجاده كامله ويعبر عن نفسه تعبير حقيقي وتعظيم الانتاجيه منه عندما يزرع في محافظه معينه او في منطقه معينه داخل الدوله المصريه، وكان ذلك جليا بضروره استخدام الخريطه الصنفيه وتوزيع تقاوي الاقماح المنتقاه في كل محافظه بالاصناف التي يجود فيها ويعبر عن نفسه تعبير حقيقي، ويقدر ويقدر هذا النبات ان يعطي الطاقه الانتاجيه الكامله دون نقص. بالإضافة كذلك إلى التوصيات الفنية من مركز البحوث الزراعية مع المحاصيل الحقلية بالتوصيات الفنية الضرورية التي تبدأ من اختيار الصنف والتقاوي المنطقة والمعاملات الزراعية المختلفة من الري والصرف ورعاية المحصول حتى الحصاد، دي بيسموها الزيادة الرأسية من وحدة المساحة.
مجهودات كبيرة أصبحت تبذل في هذا القطاع، وأيضا يعني التوافق مع المجال العلمي والتحدث والمجالات العلمية الحديثة حتى يكون المحاصيل في جودة عالية وأيضا أن تكون الإنتاجية كبيرة. الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، جزيل الشكر لحضرتك.